ايوب سكوره كره عاليه، هذه خطا في الابعاد والهدف، خطا فادح في الابعاد والهدف. يوسف انور يسجل الهدف الاول لفريق الفتح الرباطي. خطا في الابعاد، خطا فادح، وبالتالي هديه في حدود الدقيقه 11 تصل الكره الان للاعب يوسف انور. كنت تحدث عن بعض الحالات للاعبين كما قلت بانهم كانوا لا نقول في طي النسيان او في طي الضياع، ولكن لم يتاقلموا مره مرحله فراغ. نتابع ادم النفاتي القاضي، ادم النفاتي خطا فادح بالنسبه للاعب المتوسط الدفاع عبد القادر القاضي، وادم النفاتي